انا كل اللي كان في بالي ان اقف جنبيها مش اكتر. تعرف يا احمد ان انا وانت زي بعض بالظبط. علشان كده انا كنت فاهمه ايه اللي في دماغك بالظبط. وايه بقى اللي كان في دماغي؟ الشركه. انت كنت متخيل ان ايتن هتورث، وطبعا هتاخد ملايين، والملايين بتحب الملايين، صح؟ لا مش صح، فلتت منك دي يا مارا. المشكلة بقى ان انا ما بحبش مدحت ده خالص، ولا حتى بحب وجهه. كل شوية بفكر لو اتجوزت مدحت ده هستفيد ايه، وبرضه لو اتجوزت وجهي هستفيد ايه. بس الأكيد ان انا مش هستفيد حاجة من مدحت. بعد الجواز هيبقى عادي، ليل بنهار قدام بعض، فمش هاخد من اللي انا عايزاه، ففاكس. انتي شكلك النهارده جايالي وانتي واخده حبايه الصراحه. انا جايلك عشان عايز اظبط حياتنا مع بعض. عيقنا انا وانت لو بقينا مع بعض هنكسر الدنيا وهنبقى فوق فوق. مش فاهم يعني ازاي. مثلا وجيه، وجيه عايز بنوته حلوه وشيك يمشي يتباع بيها قدام الناس. وجيه ما بيديش حد حاجه غير اللي هو عايز يديها وبس. وما تنساش اللي نعرفه عنه اقل بكتير من اللي ما نعرفهوش، وده مش حلو وخطر. وبعدين؟ وبعدين انا وانت لو بقينا مع بعض هنعمل كل اللي احنا عايزينه. تقصدي ايه يا مرة؟ يعني انا عارفه انت عايز ايه بالظبط. عايز فلوس، شركات، سلطه، تعيش مستريح وبالك مرتاح. وانا كمان عايزه اللي انت عايزه بالظبط. يبقى لازم انا وانت نبقى ايد واحده. حلو قوي. وعشان انا وانت نبقى ايد واحده لازم نفضل مع بعض على طول. بالظبط، ابتديت تفهمني. وعشان نفضل مع بعض على طول يبقى حاجه من اتنين، يا اما نتشارك وانت طبعا معكيش اللي تقدميه عشان نبقى شركه سوري يعني مش قصدي، يا اما ايه، يا اما نتجوز. ما انت بتفهمها وهي طايره اهو. طب وكاميليا؟ كاميليا ومالها كاميليا؟ ان شاء الله كاميليا ممكن تتضايق. يعني تتضايق ايه؟ ده لو ما كانش كاميليا اصلا قررت تبقى مع عزت. وهي كاميليا قررت تبقى مع عزت؟ يعني لو كاميليا حست ان احنا قريبين من بعض او هنتجوز، ده خليها يعجل في قرارها من جوازها من عزت. ازاي بقى؟ علشان انت حسسني ان هي لسه مرغوب فيها، وانك انت اللي خسرتها. يا بنت اللعيبه. انا بقى عايز اسالك على حاجه. انت تسالي على حاجات مش حاجه واحده. مهتم قوي ليه بجوازه كاميليا وعزت؟ يعني بيني وبينك قلت اعمل حاجه لاخرتي، نوفر راسين في الحلال وهو يبقى في ميزان حسناتي. يا ناموس عن أمك،